شادية نجمة عشقها الجمهور وحققت نجاحات فنية كبيرة. اعتزالها الفن ورحيلها كان صدمة كبيرة في حياة المتابعين، وفي ذكرى ميلادها رح نقدم معلومات ما بيعرفها الكثير عن دلوعة السينما. تميزت شادية بجمال جعلها فتاة أحلام الكثير من الشباب، ففي بدايتها أعجب بها الفنان محمد فوزي أثناء تعاونها في فيلم العاقل في إجازة، وتقدم لطلب يدها لكن والدها رفض لأنه عمرها كان 17 سنة فقط، وأراد أنه يمنعها من استكمال الفيلم لكن مخرج العمل أقنعه بالتراجع عن الأمر. عاشت شادية قصة حب الأولى في حياتها مع شاب كان بيعمل ضابط في الجيش المصري، وبعد خطبتهم بفترة علمت بخبر استشهاده أثناء حرب فلسطين. زواجها من صلاح ذو الفقار من أشهر العلامات في حياتها، حيث استمر زواجهم لسنوات طويلة ثم انفصلوا بعد فترة من المشاكل والأزمات، وتردد أنه السبب في ذلك عدم إنجابها أطفال لإجهاضها المتكرر. وانحكى أيضاً إنها قدمت أحد أعمالها الفنية وقدمت مشاهد لم يرضى عنها فوقع الطلاق. شادية كشفت عن أمنيتها في فقرة اسمها بخط إيدي كان بيتم نشرها في إحدى المجلات، وحكت إن أمنيتها أن يكون لديها دستة أطفال وهي في عمر 50، لكن تعرضها للإجهاض بشكل متكرر حرمها من هذا الحلم. شادية روت كواليس أول مشهد قامت بتصويره في حياتها الفنية، وحكت أنه فسد بسبب الخادمة اللي كانت بترافقها في التصوير، فكان من المفترض أنه يتم ضربها بالقلم على وجهها خلال تصوير المشهد، فقاطعت الخدامة المشهد وحكت لزميلها ضربة في إيدك والنبي لأضرب تليفون لأبوها وأوريك. ضحك الاستوديو بأكمله على هذا الموقف وتم إعادة التصوير. شادية أصيبت بسرطان الثدي وقررت اعتزال الفن وتبرعت بمنزلها لصالح مرضى السرطان. لا تنسوا الاشتراك بقناة ليالينا ليصلكم كل جديد.